تعالوا نروح سريعا لمدينة العين الإماراتية مع زميلنا أيمن مصطفى من مقر إقامة منتخب مصر عشان نعرف منه آخر الأخبار والكواليس الخاصة ببعثة منتخبنا المتواجد حاليا في معسكره في الإمارات. يا شيمة، تحياتي ليكي من هنا من مدينة العين ومن أمام مقر إقامة منتخبنا الوطني. والليلة اللقاء الهام المرتقب أمام المنتخب الجزائري وحالة من التركيز الشديد للاعبي منتخبنا الوطني. الكل يعلم مدى أهمية هذا اللقاء، واللي بيزيد من أهميته طبعا ما نشر عن وما نعلم عن نفاد عدد التذاكر تماما، الامر اللي بيحتم على لاعبي منتخبنا الوطني ان هم يسعدوا المجموعه الكبيره اللي هتكون متواجده من الجاليه المصريه، وبالتاكيد في بعض الجاليات العربيه وعدد قليل من الجماهير الجزائريه. لكن بشكل عام انقل لك كل اللي بيحصل النهارده وبرنامج منتخبنا الوطني. اللعيبه كالعاده انتهت من وجبه الفطار من لحظات، عندهم حوالي ساعه ان هم يكون في اما التوجه لغرفهم او ان هم بيتجمعوا في بهو الفندق. في الوقت الحالي موجود عدد من اللعيبه زي هاني محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صبحي قاعدين مع بعضهم في بهو الفندق. وبعد كده بعد تناول وجبه الغداء في تمام الثانيه هيكون في اجتماع ومحاضره فنيه من قبل روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني كي يطلع اللعيبه على اهم نقاط القوه والضعف الموجوده في تيم الجزائر القوي جدا جدا. وكنا امبارح متواجدين في مران منتخب الجزائر وايضا مران منتخبنا الوطني. يعني اللقاء طبعا وكلنا شفنا تصريحات جمال بالماضي او روي فيتوريا ولاعبي منتخبنا الوطني سواء مصطفى محمد او رياض محرز، والحرص الشديد ان اللقاء يكون بيقام في اطار من الروح الرياضيه. وده اهم شيء طبعا ان احنا نتكلم عن الجزئيه دي بالتحديد، وان في النهايه ده ماتش ودي امام ما بين منتخبين شقيقين، الاثنين اكيد بيسعوا للفوز وده امر طبيعي جدا. كنت سامعك بتتكلمي عن التشكيل المتوقع، وفعلا لا نفاجئ في حاله ان منتخبنا بدا تشكيل ماتش الجزائر هو تشكيل ماتش زامبيا. لن يكون هناك اي مفاجاه على الاطلاق، لان روي فيتوريا قد يكون هناك بعض الحرص ان يكون في توازن دفاعي في وسط الملعب زي ما كان موجود في الماتش اللي فات. اللعيبه اللي عندهم النزعه الدفاعيه اعلى شويه زي طارق حامد، حمدي فتحي، وانني، وقد يكون هناك استخدام لزيزو خلال احداث الشوط الثاني، وبرده انني لن يكمل ال 90 دقيقه لان برده الحاله البدنيه واللياقه لياقه المباريات لا تسمح لانني ان هو يؤدي 90 دقيقه في الوقت الحالي، وخاصة انه عائد بالاصابة من ايام قليلة جدا. وكمان المفاضلة زي ما بتتكلمي عن عمر كمال عبد الواحد من اللعيبة اللي ادت بشكل جيد جدا، ولعيب من اللعيبة المقتنع بيهم روي فيتوريا، ومحمد هاني برضو واحد من اللعيبة اصحاب الخبرات واللي ادى بشكل جيد خلال لقاء زامبيا الماضي. هنا هتكون المفاضلة. لكن ناحية الشمال حسم الامر لاحمد فتوح بما يمتلكه من خبرات، وخاصة ان فتوح كلنا نتذكر ادائه امام منتخب المغرب في الكان الماضي ولعبه على لعيب بقيمه اشرف حكيمي، وقد ايه كان عنده من الهدوء والخبره في التعامل مع المواقف الصعبه. ده اللي ممكن يدفع روي فيتوريا لاستخدام احمد فتوح في لقاء اليوم. برنامج زي ما بقول لك منتخبنا الوطني هيكون فيه المحاضره قبل التحرك بالاتوبيس في تمام الخامسه، تحرك منتخبنا الوطني يكون في تمام السادسه من هنا من فندق الاقامه عشان يتوجه لاستاد هزاع بن زايد ويكون متواجد قبل بدء اللقاء بحوالي ساعة ونصف مدرجات طبعا، أو البوابات الخاصة باستاد هزاع بن زايد هتفتح للجماهير قبل انطلاق اللقاء بساعتين. وإحنا بنتكلم مع الجماهير أو بنتكلم عن الجماهير، مهم إن أنا أسمع من الشباب والأطفال الجمال اللي حوالي، تعالوا قولوا لي، تعالوا هنا، هتشجعوا مين النهاردة؟ أكيد من المنتخب، يعني سؤال منطقي جدا، لكن قولوا لي بتحبوا مين من لعيبة المنتخب وتوقعاتكم إيه للماتش؟ أنا بحب الشناوي وعمر مرموش. مرموش. وانتي قولي لي بتحبي مين؟ بحب الشناوي والشحات وتريزيجيه. والشحات كمان؟ ايوه ايوه اكيد. قولي لي بقى توقعاتك ايه؟ مين هيكسب؟ مصر طبعا. مصر طبعا؟ طبعا. طبعا. مين من اللعيبه بتحبيه؟ بتقولي لي عمر مرموش ده بتحبيه جدا، ها؟ تقولي له ايه طيب؟ عمر مرموش بموت فيك. قول لي انت بتحب مين من لعيبه المنتخب؟ صلاح، شناوي، زيزو، واني. وناني كمان؟ اه. وانتي؟ صلاح. هو احنا بنتكلم كابتن احمد حجازي معدي ورانا اهو، سلموا عليه. شكرا جزيلا ليكم.
طبعا ده كان كلامنا مع مجموعه من الشباب الجميل، ويمكن واحنا بنتكلم نجم منتخبنا الوطني احمد حجازي كان معدي ورانا. حجازي طبعا متواجد مع الفرقه في الوقت الحالي عشان يدعمهم، وهو طبعا في الوقت الحالي بيجهز عشان يحاول اللحاق بنادي اتحاد جده، وهو مقبل على المشاركه في كاس العالم للانديه في شهر 12 القادم. من هنا من مدينه العين تعود اليك الكلمه الزميله العزيزه شيماء صابر، تفضلي. شكرا ليك زميل العزيز أيمن مصطفى على التغطية الشاملة اللي دايما بتعملها كل يوم من مدينة العين الإماراتية، حيث معسكر منتخبنا الوطني.